هاي لزامي كي دايرين صافالا بسأليكم جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف على كاع الفيديوهات الفلاشين ديالي. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون جيرلز تالك، غادي يكون جيرلز تالك اد ميك اب تيتوريال زائد كيفاش كندير لي بوكل شعري. ديما كتسولوني سلمى كيفاش كديري لي بوكل، سلمى كيفاش كديري لي بوكل، سلمى ويا اختي وانايا في واحد العجز تقولوا مهم اللي ما غادي نبارطاجي معكم هذا الشيء. كنت كتبت لكم في الانستغرام عطوني شي مواضيع بغيتو نناقشوهم، عطاتوني بزاف ديال المواضيع ولكن المواضيع اللي بقاو كيتعاودوا 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 بزاف هما الثقه في النفس والشخصيه القويه والمراهقه. هاد المواضيع بقاو كيتعاودوا بواحد الطريقه ما يمكنش. الوغ دابا انا كنبان لكم شعكه غنسيب عليكم واحد شويه غادي نولي بوكوصه. المهم دابا غنبداو باش بلا ما نبقى نطول عليكم حيت انا عارف راسي فيه الهضره بزاف. سبحان الله واخا كنكون مريضه كتكون فيه الهضره بزاف. الوغ لي زامي هذا شعري ما مصايباش، البارح دوشت ونشفتو ولكن ما مصايبش. عرفتش ندير جوج حوايج في حاجه واحده. دابا كي غندير نهضر لكم على دوك المواضيع وكي غندير نوركم نحاول انا حيت فيه الهضره بزاف كنبغي نهضر على كل حاجه بوحدها. دابا غادي نجمع شعري، غادي ندير معكم مكياج، نوريكم داكشي اللي كندير حيت انا مكياج ديالي خفيف 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 خفيف. ايوا غادي نناقش معكم داكشي. اول موضوع غادي نبداو به هو الشخصيه القويه. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم على راني درت لاكرون ديال الشمس حيت غادي نخرج واش غنسالي غنخرج داكشي علاش درت اكرون ديال الشمس. اول موضوع غادي نبدا به هو الثقه في النفس. الثقه في النفس والشخصيه القويه، حيت الثقه في النفس والشخصيه القويه عندهم علاقه ببعضياتهم. حيت الا كنتو كتثقوا في راسكم اوتوماتيكمون غتكون عندكم شخصيه. والثقه في النفس ماشي شي حاجه اللي كنزادوا بها. دونك الا كنتو كتشوفوا شي واحد ثيق في راسو وعنده شخصيه فراه هو خلقها راسو وهو ربى ديك الشخصيه، راه ما تزادش بها. حيت في هاد الدنيا نتا واحد فين ما كيتزاد بشخصيه قويه. والدليل على هادشي اللي كنقول هي انه كنا كنزادو كنبكيو من كرش مواتنا. واحد الحاجه اخرى بغيت نقولها لكم اللي بزاف البنات غالطين، كيحسب لهم ان الجمال عنده علاقه بالشخصيه القويه. كيحسب لهم ان اذا كان الانسان زوين راه كتكون عنده شخصيه قويه. لا 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 لا، ما عندوش علاقه نهائيا بالجمال. حيت تقدر تلقى واحد البنت زوينه وفاش تجلس مع ديك البنت نكونوا كنشوفوا ديك البنت من بعيد نقولوا واو هاد البنت شحال زوينه ما شاء الله، وفاش تجلسوا مع ديك البنت ونهضروا معاها لقاو ديك البنت ما عندهاش شخصيه وديك البنت ما تيقاش في راسها، بحال كضرب ديك الزين ديالها كامل كضربه بالزيره. فهمتوا؟ وحنا واخا كتكون عاجبانه ديك البنت كنشوفها من بعيد ما كتبقاش عاجبانه، حيت الشخصيه والثقه في النفس كبر من هذا الشيء كامل. تقدر تكون واحد البنت اللي زينها عادي حيت ربي كيعطي كل واحد من حقه في الزين، ولكن ديك البنت فاش تهضر معانا بنت ولا ولد، ديك البنت فاش تهضر معانا ثقه في راسها وتكون عندها شخصيه وكاريزما، وحنا ديك الشخصيه والكاريزما بحال كتزيد من الجمال ديالها. والله هادشي اقسم بالله حيت انا هادشي عشته كنشوفه. ونزيد لكم واحد الحاجه اخرى قبل ما نهضر لكم على الاكسبيريونس ديالي انا وكيفاش انا ربيت شخصيه قويه وكيفاش وليت كنثق في راسي. بغيت نبارطاجي معكم زعما انايا كيفاش انا ما كنتش كنثق في راسي وكنت كنخاف من النظره ديال المجتمع ليا وديما خايفه وديما خاصنيش نقول لا، يعني انا شحال كنت كنخاف نقول لا. عرفتوا لا بالنسبه لي واحد الحاجه كبيره، بالنسبه لي واحد الحاجه كبيره. والشخصيه القويه ما عندهاش علاقه بالاخلاق ديالك، فهمتي؟ حيت باش تربي شخصيه قويه خاصك تكون قاصح. حيت الا كنتي واحد انسان اللي ظريف الناس بطبعهم، انا كنهضر على زعما انا كنهضر على داكشي اللي عشت انا وعلى ليكسبيريونس ديالي في الحياه 20 عام في الحياه. كنهضر على ليكسبيريونس ديالي من هاد الحياه كيفاش زعما كيفاش انا شفت الناس كيفاش كيتعاملوا مع الناس الظريفين، كيفاش ما كيعطيوهمش قيمه، كيفاش زعما ما كيراعيوش ليهم بحال كيعفطوا عليهم بحال هكا بحال هكا بحال هكا. حيت هادوك الناس اللي كيتعاملوا زوين كيقولوش لا كيحسب ليهم بلي هذيك المعامله الزوينه ديالهم غتخلي الناس غيخليو الناس الاخرين يحترموهم وغادي يخليو الناس الاخرين يقدروا ديك المعامله الزوينه. الوغ الناس ما كيقدروش هادشي. الناس اللي تعاملتي معاهم بهذه الطريقه غيتصرو عليك، اي غيتصرو عليك حيت غتبان ليهم واحد الانسان ساهل ياك. حيت انت واحد الانسان ما كتقولش لا، اللي بغاوها منك يقدروا ياخذوا منك بواحد السهوله. كتبان ليهم واحد الانسان يقدروا يعفطوا عليك بواحد السهوله، وانت كتبقى تقول مع راسك كيفاش انا كندير مع هاد بنادم زوين وهاد بنادم زوين وهو ما كيديرش معايا زوين وما كيتعاملش معايا زوين. عرفتي علاش؟ حيت انت بقوش ما كدير زوين الطرف الاخر كيولي مفروض عليك. اه هو كيولي كيحسب راسو مفروض عليك، كتولي نتايا كتحس براسك انك انت باغي دير غير زوين حيت نتايا قلبك زوين وحيت نتايا ظريف وكتبغي الناس الخير ولا غتبغيها لراسك كتبغيها لغيرك. ايه هادشي راه كامل فينا حنا كاملين هادشي، ولكن هادشي ما خاصناش نبينوه للناس. تعلموا تبغيو راسكم قبل ما تبغيو شي واحد. تعلموا تبغيو راسكم، تعلموا تقولوا لا على شي حاجه نتوما ما باغينش ديروها. باغي نهضر لكم على ليكسبيريونس ديالي انا
كيفاش انا دزت من المشاكل، كيفاش دزت من الصعوبات. فراتكم بعدا ما كنتش بزاف ديال المكياج، دابا المشكله هي انني غنسالي المكياج ما غنساليش الهضره. ماشي دابا كندير الماسكارا، قلت لكم شوفوا كندير هذه، قلت لكم دابا غادي نهضر لكم على ليكسبيريونس ديالي انا في هذه الحياه، كيفاش انا تعلمت نثق في راسي، وكيفاش انا تعلمت ما نبقاش ضريفه بزاف. حيت الضريفه بزاف اكثر حاجه غتخرج عليك هي انك تبقى ضريف بزاف. الا بغيتي تربي شخصيه وتكون عندك الثقه في النفس، ما خاصكش تكون ضريف، ما خاصكش تكون ضريف. فاش كنقول لك ما خاصكش تكون ضريف، ما كنقولش لك خاصك تكون شرير ولا خاصك تكون مسموم، لا 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 لا، خاصك تكون واحد الانسان حقاني، واحد الانسان ما كيأذي حد، ما كينواش شر في حد، ولكن واحد الانسان اللي كيبغي راسو، كيبغي الخير راسو، كيبغي الخير للناس. ولكن ما نديرش شي حاجه على قبل شي واحد، ما نديرش شي حاجه على قبل شي واحد، حتى واحد ما كيدير على قبلنا شي حاجه، حيت الناس ما كيقدروش هذا الشيء. كنت واحد البنت اللي ماشي نيه، ما كنتش نيه، ما عمرني ما كنت نيه، ولكن كان كيحسب انني الا كنت كنكون ظريفه مع الناس غادي نبقى نبان، غادي نبقى نبان في واحد الصوره اللي زوينه، وما كنتش كنقدر نقول لا. انا بالنسبه لي لا، ما كنقدرش نقولها. تقول لي سلمى عطيني شي حاجه، الحيده من اللحم نعطيها لك. وانا كنشوف داك الانسان كيفاش الانسان ما كيعقلش عليا، ولا نهضرش معاه زوين الا هضرت معاه غير دابا زوين، ولكن الانسان كيزيد يفرض عليا راسو، كيزيد يولي باغي حوايج اخرين. فاش كنشوف راسي انه طلب مني واحد الحاجه اللي كبر مني وانا ماشي في استطاعه عادرين نديرها معاه، صاحبتي كنعرفو لشي حاجه، ماشي في استطاعتي نعطيك ديك الحاجه اللي بغيتي نتيا، ماشي في الاستطاعه عادرين ندير معاك داكشي اللي بغيتي، كيتقلقوا وما كيبقاوش يهضروا معاك. كنبقى نقول اه كيفاش هادشي، او كيفاش 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 كيفاش، وما كنتش كنتقلق. غديري لي درتي ما غنتقلقش منك ديك الساعه، نسمح ليك فهمتي. كنقول ايوا صافي ماشي مشكل، ما عرفتش كنت كنتخيل لي راسي، وقال انا قلبي بيض، قلبي كبير، ماشي مشكل، نسمح ليك ما نتقلقش منك. الله كي هادشي ما كانش في الصالح ديالي. الحاجه الاخرى كانت خارجه عليا، كنت كنضحك مع كلشي، كنت واحد القوني كنوقف كنضحك مع الدراري ودريات، نضحك دقه فيا ودقه فيك وبحال هكا. كنت واحد الايام كنشوف ذوك الناس اللي كنضحك معاهم ما كيحترمونيش صافي، و ما ولش انت بحال كيهضروا معاك واحد الطريقه ما زويناش، بحال كيفرضوا عليك ريوسهم. الوغ كنت راه حسان منهم، انت راه حسان منهم، وكيوليو هما فارضين عليك ريوسهم حيت انت ضحكتي معاهم واحد النهار، حيت انت دسترتيهم عليك واحد النهار. هادشي كيقول لك الضربه اللي ما تقصحك تقويك، هادشي راه كيعلمك. صافي واحد النهار وانا نجلس مع راسي، واحد النهار طرا واحد الفيلم في الشكل، كنت كنقرا في الباك، وكنطرا واحد الفيلم بيني وبين صحابي كانوا كيقراو معايا، صحاباتي داري وبنات، كنطرا واحد الفيلم في الشكل. وانا نجي للدار وانا نجلس واحد العشيه، بقيت جالسه كنراجع في راسي، كنتفكر داك الاحداث اللي كانوا كيطراو ليا مع بنادم، كيفاش انا حاجتي ماشي ديالي، كيفاش الانسان مسموم معايا، الانسان ماشي مسموم، الانسان خاصو يكون هكاك. حيت انا وليت هكا، انا كنت كنفكر في حالك حيت كيجي لي راسي انا القلب الكبير، انا القلب الابيض، مش كنقول كيفاش الانسان مسموم معايا، كيفاش الانسان ما كيحترمنيش في واحد الموقف اللي انا خاصني نتحترم، كيفاش الانسان كيضر وكيسب. صافي جلست مع راسي، راجعت راسي، لقيت انني هذا الشيء كامل انا نديره لراسي، لقيت راسي انا النهار الاول ما فرضتش الاحترام ديالي، لقيت راسي انا النهار الاول فاش ضحك معايا ديك البنات ما قلتش ليه جمع راسك، مش عاودش تضحك معايا الضحك، ما قلتهاش ليه. الشيء اللي خلاه يعاود يضحك معايا الضحك الباسل، والشيء اللي خلاه يتصرع عليا النهار الاول، فاش يتصرع عليكم شي واحد، فاش ما يتعاملش معكم شي واحد بواحد الطريقه زوينه، قولي ليه لا، حب وقفوا قولي ليه لا، قولي انا وياك بيني وبينك الاحترام، كنضحك معاك تضحك معايا في اطار الاحترام، بيناتنا واحد السطر ما تنقصوش معايا، ما عمرك ما تنقص معايا هذا السطر. صافي هذا الشيء اللي وقع، جلست في دارنا راجعت راسي، ما كنعقلكش نقرا في الباك، راجعت راسي وانا نقول سلمى ما عندك فين غادا بهادشي. صافي قررت غادي نتعلم نقول لا، قررت انني نرضي راسي قبل ما نرضي الناس، قررت ما نديرش شي حاجه اللي انا ما عاجبانيش، ما نقربش لها وما نديرهاش نهائيا. صافي دغيت لي مشيت للمدرسه، دوك يضحكوا معايا الدراري ولاد القسم، ضحكني ملي كنضحكوا وانا نقمعهم، قمعتهم صحاباتي اللي كنت كنبان لهم واحد سلمى ساهله،
اللي بغاو شي حاجه كنعطيها اليوم. المره الاولى المره الثانيه جاني هذا الشيء بيزار، بقيت كنقول وقيله انا وليت قاصحه، وقيله انا وليت شريره، وحق الله بحال هكا. صافي من بعد بديت كنولف بديت كنشوف الناس كيحتارموني، واخا بقاو شويه مابقاوش كيديو معايا حيت انا ما بغيتش يديو معايا، حيت فاش درت فيهم ما تقبلوهاش. صافي مع الوقت تقبلوها، مع الوقت منهم صحابي كانوا قراب ليا في الاول ما تقبلوهاش، مع الوقت تقبلوها، وانا وليت فارضه راسي وليت فارضه شخصيتي. وهذا الشيء شويه من بزاف الحوايج اللي خلوني نبني شخصيه. الحوايج الاخرين هما المشاكل، فاش كطيحي في شي مشكل بوحدك وكش خرج منه بوحدك، كيتزاد لك في الشخصيه ديالك، كتحسي براسك درتي شي حاجه. هاد الشيء بلا ما تحسي كيتزاد لك في الشخصيه ديالك، كتولي كتعرفي كيفاش تتعاملي مع المشاكل في حياتك. هاد الشيء راه واحد الجزء كبير من الشخصيه ديال الانسان. شنو اخر؟ فاش كتعيشي ظروف سواء في العائله سواء خارج العائله سواء مع صحابكم، مهم فاش كتعلمي كيفاش تحارب مع دوك الظروف، فاش كتحطي اهداف في حياتك كتقولي انا غنوصل لهذا الهدف، كتوصلي ليه. هذا الشيء بحد ذاته كيربي لك شخصيه قويه، كتولي انت كتحسي براسك، انت كتحسي بداك الشيء، انت كتولي تحسي براسك انك عندك شخصيه قويه، حتى واحد ما يقدر يحدك. فاش كتكوني كتعرفي تهضري، فاش كتكوني انسانه واعيه، داك الشيء علاش كنقول لكم قراو عمروا راسكم. حيت فاش كتكوني واحد الانسانه واعيه كتجلسي مع ناس كتبداي تحاور مع دوك الناس، كيشوفوك انك راسك عامر، كتهضري معاهم بالمنطق، كيسولك على شي حاجه كتجاوبيهم بطريقه منطقيه باجوبه زوينه، كتكون عندك واحد الثقافه عامه في راسك. هذا الشيء كيربي فيك واحد الشخصيه قويه. انا قلت لكم ما كنعرفش ندير جوج حاجات في بزاف الحوايج في حاجه واحده. ها نتوما انا خاصني نهضر ندير المكياج باش نكمل هذه العين ونعاود نكمل لكم، حيت انا مش كنبغي نهضر، كنبغي نركز وكنبغي نعبر، فهمتوا؟ باش كنركز يا اما نركز مع هذا الشيء يا اما نركز مع المواضيع الاخرين، سينو اخر بقى شي مواضيع صح حاجه ما تصدق ليا. شوفوا العين كيفاش كتجي، هذا الشيء غير مسحوه ما تشوفوش فيه. وصافي بصراحه انا هذا الشيء اللي خلاني نربي شخصيه قويه. اهم حاجه هي انكم ما تسكتوش على حقكم، سينو تكونوا واحد الناس ضعفاء. تعلموا تهضروا على راسكم وتعلموا تدافعوا على راسكم، دافعوا على راسكم، حتى واحد ما يعقل عليك، اقسم بالله حتى واحد ما غيعقل عليك، راه غير والديك اللي غيحنوا فيك، راه ما تقوليش شي واحد اخر يحن فيك، حتى واحد من غير والديك ما يحن فيك. انت علاش خاصك تعلمي تكوني قاصحه، خاصك تعلمي تكوني دافع على راسك، خاصك تعلمي سمعيني اش كنقول لك، خاصك تعلمي ما ديريش شي حاجه الا انت ما بغيتيهاش، حتى واحد ما يفرض عليك راسو وما تبزي حتى حاجه على راسك، قلتي مع راسك قولي فلانه واش انا بغيت هادشي ولا دايره بزز مني، واش انا ندير هادشي عقب لواحد فلان ولا عقب لواحد فلانه. لا ما نديرش هادشي، انا ما غاديش ندير هادشي غيطيح بيك، ما غاديش يكبر بيك، غيطيح بيك عباد الله، هادشي غيطيح بيك بحال هكا، ماشي غيكبر بيك، ما يكبرش بك هادشي. انا كنتفقس واش كنبدا نهضر على هادشي، وصافي البنات جيسبيغ يكون وصلكم الميساج ديالي، والا بغيتوا تعلموا هادشي راه باقي الوقت، جيسبيغ ينفعكم هادشي. وواحد الحاجه اخرى بغيت نقولها لكم، تعلموا تتعاملوا مع المشاكل بواحد البساطه، واخا يكون مشكل كبير حيت المشكل كيفوت. تعلموا بلاصت ما تبقاو جالسين وكتبكيو وكتشكيو، جالسين كتدخل في ديبريسيون اللي خايبه بسبب داك المشكل، تعلمي تجلسي ما تبكيش وتقولي انا طحت في مشكل اللي طلع عطاه بحال هكا نقول لك بحال هكا ديري، جلسي مع راسك. انا نقول لكم انا كيفاش كندير، كنطيح شي مشكل خايب سواء مع دارنا سواء مع صحابي سواء مع ناس قراب ليا، كنطيح شي مشكل خايب، الا كنت نقدر نطلب السماحه، الا كنت انا ندير الغلط نقدر نطلب السماحه باش تحل داك المشكل، غنطلب السماحه هذيك الساعه. الا كنت انا دايره الغلط مع واحد الناس اللي كنبغيهم غنطلب السماحه. ما تقولوش لي كرامتي ما كتسمحش لي نطلب السماحه، غلطتي طلبي السماحه، السماحه ماشي عيب، السماحه الا كنتي غلطه ماشي عيب انك تطلبيها، صافي نطلب السماحه. سينو داك المشكل ما غاديش تحل ليه بالسماحه، الا قلت سمحي لي داك المشكل ما غاديش يتحل، غنجلس بحال هكا مع راسي نقول انا غلطت، انا غلطت درت مشكل كبير غلطت، خاصني نلقى حل. الا كانوا شي ناس صحابي قراب ليا نعيط لهم يقلبوا معايا على الحل، سينو نقلب على الحل راسي. صافي المشكل طاح فيه في نهار تحل في نهار،
ما نبكيش على داك المشكل، ما نبكيش عليه حيت الحياه تستمر، المشكل كيفوت. شحال من واحد فيكم طراو ليه بزاف المشاكل في حياته، فاتوا ولا ما فاتوش؟ فاتوا المشاكل صافي، بحال هكا الحياه بسيطه، ما تبقاوش تعقدوها، ما تبقاوش تاخذوا الامور بواحد الشكل كبير. الدريات حياتها بسيطه وصافي. لي زامي عاوتاني جيسبر يكون وصلكم الميساج ديالي. ودابا غنهضر لكم على المراهقه. المراهقه هو واحد لاج اللي كيكون فيه الانسان يا اما كيحقق النجاح في حياته، اما في داك لاج الانسان كيخرج على راسه، يا اما الانسان في داك لاج كيشد الطريق كيبقى غادي مزيان في حياته، يا اما الانسان في داك لاج كيعوج الطريق وكيمشي في لاشوت. بزاف ديال البنات كيطيحوا في هاد المشاكل. وعاوتاني الدليل على هادشي اللي كنقول انكم كتلقاو بزاف ديال البنات، شنو هو لاج اللي كتجينا فيه المراهقه؟ 14 عام ولا 15 عام، فاش كنكونوا كنقراو في الثامنه في الكاتريام، هذا هو لاج اللي كتجينا فيه المراهقه. الدليل على هادشي هي انك كتلقى بزاف ديال البنات يا اما كيخرجوا من القرايه من الكاتريام، يا اما كيكملوا في القرايه. انا نهضر لكم على الاكسبيريونس ديالي في المراهقه. دزت من واحد المراهقه صعيبه. ماما كانت تجلسني من القرايه، كانوا غير جلسوني ماما وخويا من القرايه، حيتاش دزت من واحد المراهقه صعيبه، كنت كندير بزاف د الكوارث. انا ما جاتنيش المراهقه على الدراري، ما جاتنيش المراهقه على لي غولاسيون، شنو ما جاتنيش المراهقه على البليه، حيت بزاف ديال الناس كيبداو تبلاو في داك لاج. ما جاتنيش المراهقه على البليه، جات لي المراهقة على المضاربات، ضربات وسطاع. ملي كنت كنهار كنضارب ما بقيتش باغا نقرا، وليت كنهرب للمدرسة. الوالدين فاش وصلوا ولادكم لسن المراهقة ما تضغطوش عليهم، جلسوهم وهضروا معاها، جلسوا ولادكم حتى هما ما كيكونوش عارف راسهم اش كيديروا، حتى هما من بعد كيندموا على داكشي اللي كيديروا، كيكونوا نادمين. دونك هما بحال قلتو فواحد بحال كتجيهم واحد الحالة ما كيبقاوش قادرين يتغلبوا على راسهم. انا عاود لكم على المراهقه ديالي. جاتني المراهقه فاش كنت كنقرا في الكاتريام، كانت عندي 15 عام، جاتني على المضاربات صداع، ما نقراش، نضارب على الدريات، ندير عصابات بحال هكا. اقسم بالله واخا نقول لكم هادشي يقدر يجيكم بيزار، ولكن انا جاتني المراهقه بحال هكا، كانوا نضارب مع الاساتذه. جاتني واحد المراهقه صعيبه بزاف، نضارب مع الاساتذه، ما بقيتش كنحترم حتى شي واحد، نهرب من المدرسه، نخرج ندور. تخيلوا نعاود لكم واحد الحاجه، ما عمرني ما عاودت شي واحد، نعاودها لكم. واحد النهار كنت فلاج المراهقه، وكنت غادي نديرها فلاج ديال المراهقه، نحبس الماكياج باش نقدر نعاود لكم هاد العيبه. فلاج ديال المراهقه والدينا ما كيتفهموناش، شي والدين بحال دابا انا ماما ما كانوش كيتفهموني في داك لاج، حيت كنت قبيحه، كانوا خايفين الا ندير لهم شي مشكل. كانت معايا واحد صاحبتي كنت كنعاود ليها، كانوا عندي التقارير، كانوا عندي التزامات مع الاساتذه، الا كنت قبيحه بزاف. كانت ماما كتجلسني من القرايه 3 ايام، كانت ماما كتجلسني بالسيمانه، كنت ديما انا جالسه من القرايه. كانت ماما كتمشي للمدرسه كيقول لها بنتك ما كتدخلش، ماما كتجي، كانت ماما بعدا كتقشني بلا، شوف غنوريكم واحد ضربات في ايديا، واحد ضربات عليكم في صبعي هنايا، هادي كانت ضربتني ماما بحديده، هاد الضربه باقي نعقل عليها. كنت درت شي واحد الزبله عند استاذ ديال الفرونسي، وجات ماما من دراسه وقال لها بنتك راه دارت هذاك المشكل، ماما تشير لي الحديده وتحل لي صبعي. عندي واحد الضربه هنايا ما عرفتش هنايا، المهم واحد الضربه هنايا كنت حتى هي خيتها، كانت شيرت عليا ماما بموس، كنت قبيحه، وكانت ماما شيرت عليا بموس حلت لي ايدي. عندي واحد ضربه في رجليتها هي خياطه، كانت شيرت عليا ماما عفيني بحديده وحق الله كانت شيرت عليا ماما بحديده، كنت كندير الكوارث. واحد النهار فاش كنكونوا صغار، شوفوا عقل الصغر شحال خيب، ناري شحال خيب عقل الصغر. واحد النهار ويجي عندي صاحبتي وتقول لي يا سلمى، قلت لي شنو بالك نهربوا من ديارنا. انا دخلت لي هاد الفكره ديال نهربوا من ديارنا، انا ما عنديش علاش نهرب من دارنا، ولكن في داك لاج ديال المراهقه بحال كتبغي تعيشي، ما عرفتش كتولي باغا طير في داك لاج، كتولي باغا طير.
البنات الصغار اللي كيدوزو من هاد لاج تفادوا هاد الشيء عافاكم حيت غتندموا عليه بزاف. اش عندك؟ قالت لي نهربوا انا وياك. قالت لي نمشيو عند واحد، قالت لي راه كنعرف واحد صاحبتي كيسكنوا في شو سميت ديك البلاصه، برشيد، في برشيد. قالت لي او قالت لي راه نمشيو نسكنوا معاها. المهم عاد بقيت تقول لي شي افكار ما عرفتش من دخلتهم لي راسي. انا كسا عندي مشاكل مع دارنا، ماما كانت كتقشني بلا صحتها، كنت كنمشي نقرا وعرفتو كنت فهمت بحال جابت لي شي حاجه اللي نقدر نهرب ليها. بقيت عليا نخدموا ونديروا نانا 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 نا. قالت لي انت شنو غديري؟ صافي دخلت لي الهضره، دخلت لي الهضره راسي انا وانا باقا صغيره وما عارفاش. قالت لي شوفي نجمعوا الحوايج ونهربوا. قالت لي نهربوا الجمعه في العشيه، حنا الجمعه في العشيه ما كناش كنقراو. قالت لي قولي لامك راه عندك الرياضه ونهربوا. انا نقولها شوفي راه انا ما نقدرش نخرج بالي زعما الدار. قلت لها ماما راه تعيق بيا. قالت لي شوفي كان ديك تبقى ساعات ساعه شي 3 ايام قبل. قالت لي كل نهار خرجي الحوايج. انايا كان ديك 3 ايام قبل كل نهار كنخرج الحوايج ديال خواتاتي، حوايج ديالي، خرجت السبر ديالي، خرجت الجيان، خرجت كساوي، خرجت كلشي. كل ما كنديرش الادوات في الشكاره كندير الحوايج كنعطيهم لها كنقول لها هاكي 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 وهي كتجمع وهي كتجمع داكشي. صافي وصلت الجمعه في العشيه ما بقى لك كنت واحد النهار جمعت صحاباتي واحد النهار جمعت دوك صحاباتي العزازين عليا وقلت لهم شوفوا انا غادي نهرب من دارنا. قلت لهم شوفوا انا عندي مشاكل في دارنا وما مولاش كتضربني وانا ما بقيتش قادره نعيش معاهم. عاد بالله باش راجع مع الافكار. صافي وصحاباتي بقاو مجموعة حتى وكيبكي وكيعنقوني وشي وحده فاش قالت لماما شي وحده وصلت لهاد الماما. ماما وصلت نقريقه، ماما كتحل الماريو كتلقى الحوايج ما كاينينش. واش جلسني ماما قالت لي فين هما الحوايج؟ قلت لها ما شفتهمش. قالت لي قولي فين هما الحوايج. صافي قلت لها راه مسلفاهم في العشيه ويجي عندي ديك البنت. قالت لي بالعين واش على لارنا؟ قالت لي هابطي باش نمشيو للسبور. ماما قالت لك تقرش الجمعه في العشيه؟ قلت لها راه على الرياضه. قالت لي ما تمشيش ليها. هذيك البنت هربات من دارهم بوحدها. صافي انا وانا نجلس مع راسي واش جلسني ماما ويدو معايا. قلت لها علاش باغي ديري هكا؟ ويلي واش تي ناقصك شي خير في داركم؟ واش باغا تشردي؟ وانا انا ولدت هضره الكدره وتندم معايا الحال. بقيت كنبكي بقيت كنقول يا ربي تسمح ليا. وبطلعها هربت لي بحوايجي. ايوا وهربت شي سيمانه من دارهم. ماما وشي دار انا كنت كندي حوايج خواتاتي وعاد في شمها مسكينه ما رضاتش وقالت لهم بنتي ما هرباتش. ايوا عاد ضربت واحد السيمانه وما يرجعوا لدارهم ويجيب لي حوايجي. بقيت كنهضر معاها بطلع حرام لعبت لي على دماغي. كيقول لك الصحابات شوفوا ردوا عرفوا عرفوا مع من تصاحبوا. والله الصحابات خطيرات. شوفوا شحال لعبت لي على دماغي. شوفوا شنو كنت غندير. شوفوا على غلطك كنت غندير قد قداش. عمرني ما عاودت لشي واحد في راسكم حق الله. عاودت لكم نتوما اول مره. ايوا بدات عندي ديك لاج ديال المراهقه صعيب. درت شي بزاف الكوارث. كنت غنجلس من القرايه كنت غنخرج على حياتي ولكن الحمد لله راجعت راسي. واخا هكاك بقيت كنقرا كنت كنجلس سيمانه كنرجع نقرا. فاش نجحت في الدكلاج صافي الانسان كيتكال ما كيبريد كنت بقيت في ديك السخونيه وديك الطيران ديال بغا نقباح بغا ندير. صافي وانا متكالمه ما بقاتش فيا فاتني داك لاج. يعني الانسان يعني البنات الصغار اللي كيتفرجوا فيا سمحوا لي نمشي نمسح هذا الشيء ونرجع. صافي انا مسحت بقيت داويه بزاف بزاف بزاف. عرفتوا الفيديو شحال طويل ما تقدروش تتخيلوا. غادي نكمل لكم بالزربه غادي نوريكم شنو كندير لحناكي. كندير هذا الجلوس ديال ماي بيلين كندير منه شويه هذا ما عرفتش ما عنديش فراجه باش نشوف كيفاش لي تما مزيان. هو عاد تعدي واحد البيت في شكل هاد المرايه مورايا حيت عكس الضو كبينش مزيان. عندي واحد الفغا بوبيغ كنديرو كفراج ما عرفتش فينا هو ما عرفتش فينا هو. ويلي ولا شكون داشو مع اختي في الحرام كتشفر لي حوايج. ويلي والله ما كاين. صافي نديرو هذا معليش نديرو هذا
مشيت حجباني بالشيشه ديال اختي حيت هي كتفري داك الشيء اللي انا مشيت لها بالشيشه ديال الحجبان. غتشوف هاد الفيديو غتحيح عليها وصافي. وكندير الكلوس ناري متقولش شفرت لي كلوسي وداتو معاه ناري داتو ناري 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 بغيت نقشلها لا حول. صراحة الله ينجيكم من الخواشات. صافي ندير هذا ديال الاسانس كيجي عادي. شتو كيجي المكياج خفيف وزوين. ايوا قبل ما نوريكم كيفاش كنبوكلي شعري بغيت نعطي نصيحه للبنات اللي كيدوزوا في ملاج المراهقه ولا البنات اللي باقيين صغار وغادي يدوزوا ملاج ديال المراهقه. بغيت نقول لكم باللي تحكموا في راسكم وديما ديروا في بالكم باللي هذاك غير واحد لاج وغادي يدوز وما ديروش فيه شي حوايج خايبين. ديما تفاداو الحوايج الخايبين وما تخليوش الصحابات يخرجوا عليكم وما تدخلوش في لي غولاسيون في داك لاج. تفاداو هادشي للماكسيموم والله حيت غادي يجي واحد الوقت هادشي كامل غادي يفوت وغتندموا عليه غتندموا عليه. واهم حاجه هي ما تسمحوش في قرايتكم حيت انا عارفه بزاف ديال البنات فهاد لاج كيخرجوا من القرايه. حاولوا تغلبوا عليك المراهقه ديالكم تفكري واحد المستقبل زوين اللي غيكون عندك وبلي انت تقدري تخسري بهادشي اللي كديري. وصافي هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات ونعاود لكم لي ستوار ديالي. زوينه هاد جيرل ستار كانت فامي تقال. دابا غادي نوريكم كيفاش كنبوكلي شعري. انا غادي ندير لابلاك سخون قلت لكم شعري ما مصايباش غير نشفاه وانا ما غاديش بقاش كنصايبو اصلا بزاف. غادي ندير ليه لي بوكل غير من التحت حيت انا شعري كندير ليه لي بوكل غير من التحت. وصافي هذا الفيديو جا طويل 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 بزاف 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 ولكن والله تهضرت معكم من قلبي حيت قلت لكم زعما داكشي اللي انا داز عليا وما نبغيش يدوز عليكم حيت ما يضركم. وصافي دابا استناو نديرو لابلاك سخون وريكم لابلاك اللي كنصايب بها شعري هي هادي باش نديروها في دبل بريز. لا 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 هذا واقيلا مهبول ما فيهاش سميه متمحات لها سميه كان جابتها لي بنت خالتي من فرنسا. المهم الا عندكم شي ليستور رقيق راه غيصيب لكم لي بوك احسن من هذوك ليستور الغليظ. غنمشي تشعري قبل ما نصيبو غندير ليه شويه ديال الزيت من التحت باش ما يتحرقش ليا وصافي. ومش تقطعوش شعركم عندكم تسمعوا ديك الهضره ديال اذا بغيتي تكون شخصيتك قويه تهوري وقصي شعرك عندكم ديروا هادشي راه غتندمي ما نسخوت راه قطعتي شعرك راه غتندمي راه قطعتي شعرك كثر اش جيتي في الندم اللي غيشدك. قولي لي انا الشخصيه القويه على عندها علاقه بشعرك جيبها في راسك جيبها في راسك الهبيله الا قطعتي شعرك مش قطعي شعرك عفتي على قلبك ومش قطعي شعرك صافي. ويلك جاب يلا بحال حيحت عليكم في هذا الفيديو حيحت عليكم ولكن شوفوا واش هضرت معكم من قلبي وكنت حدا يكون سلختكم. البنات اللي كبار خليو لي في لي كومونتير حتى نتوما كيفاش دزتو من هاد كيفاش دزتو من هاد من هاد الشيء وكيفاشكم هضرتي واش انا غالطه في شي حاجه واش انا عندي الحق بين المسخن هاد لي سوق. وغادي نوريكم كيفاش كنصايب شعري بعدا غادي نقسمو كنقسمو انا بحال هكا في الجنب جمعوا لي هذا الطرف هنايا. لا 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 هذا وقيلا مهبول ريت الاغنيه الحق تلصق ليا في فمي يا ربي تمشي. والقصه القصه القصه حيت اش نتوما قدامك تلقاو تسوي يعني القصه كيفاش كتصايبها اللي ما نوريكم كيفاش كنصايب القصه ماشي مشكل اخلي القصه هنايا حتى الاخر نحيدوها. دابا غتشدوا لي الشعر بحال هكا ما تاخذوش يا زغيبات رقيقين حيت الشعر غيتحرق ليكم. خذوا زغيبات غلا بحال هكا انا غنوريكم كيفاش كندير لي بوكل غير من التحت. حطوا لي سوغ بحال هكا دوروا شعركم على لي سوغ وخشيو هذه هنايا بحال هكا وسدوا سدوا هبطوا بهذه الطريقه شدوا بحال هكا وهبطوا بحال هكا شوفوا انا كندير لي بوكل غير من التحت ما كنبغيش ندير لي بوكل شعري كامل. دابا انا غادي نزيد نوريكم واحد الزغبه اخرى ومن بعد غنكمل شعري كامل وغادي نخلي لافرونج باش نوريكم لافرونج كيفاش كندير لها.
باش نوريكم واحد الثقبه اخرى باش تزيدوا تفهموا اكثر، حيت انا عارفه عقيلكم على قدكم ما غاديش تفهموا. هانتوما خذوا لي ثقبه اخرى هي غليظه باش الشعر ما يتحرقش. وين كاع ما وريتكم وقيلا شفتو نسيت سيت سيت ونسيت. المهم بحال الاول شفتو بحال هكا. انا كاع ما كيحلو لي لي بوكل واخا شعري رطب، ما عرفتش واش الوقت الطريقه اللي كندير بهم طريقه زوينه. دابا انا غادي نكمل هاد البلاصه وهاد البلاصه، غادي نخلي لافرونج حيت الفيديو جا طويل بزاف الدريات، وغادي نوريكم كيفاش كنصايب لافرونج. شوفوا دابا كملت شعري ما غاديش نوريه لكم تنصايب لافرونج، دابا غادي نوريكم كيفاش كنصايب لافرونج. ها هي جمعت انايا بوحدها باش تبان لكم مزيان. اي 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 شعري 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 مسكيت. قلت لكم ما غاديش نوريكم علاش كتبان نتوما زعما. المهم خذوا مشطه مشطوها بعدا قبل ما قبل ما تصيبوها مشطوها باش ما تبقاش مشنت فاليكم. قسموها على جوج من الوسط، هذا هو الوسط ديالي انا. اه هو هذا، خذوا هذا النص بحال هكا شدوا. شوفوا ركزوا معايا، شدوا من هنايا ماشي من الفوق، هبطوا شويه ودوروا غير بشويه باش تبقى شاده ليكم. بحال هكا انا غادي من بعد غادي نحلها غير بين المجده في راسها شويه وغادي نحلها. دابا خذوا هاد الجهه، هاد الجهه ما كنعرفش نصايبها مزيان حيت شويه معنكشه حتى هي بحالها. هبطوا شويه عاد باش دوروا، ما كتصدقش ليا هاد الجهه بنت الحرام. هاي استقعت، دابا نوريكم شوفوا شعري. انا غادي نحل هاد لي بوكل باش كيبان قوي. حلو شو من هاد الجهه ولا فرونش حلوها بحال هكا. شفتوا صافي هذا هو اللوك فينال ديال لازان. كي جيت زوينه، جيت زوينه ولا ما جيتش زوينه؟ جيت زوينه صافي. هذا هو المكياج اللي كندير باش نعاودو العكر حيت مشى فين هو العكر. كنت باغي ندير داك العكر ديال مايبيلين، هذا كاين شاشة ليا اختي الحرام. جيت زوينه، جيت زوينه بزاف زوينه صافي. هادشي اللي كندير لزامي، هذا هو اللوك فينال ديالي وهذا هو لا فيديو ديالي. جيسبر يعجبكم لا فيديو ديالي، ولا عجبكم لا فيديو ديالي وعجبكم هذوك المواضيع اللي هضرت عليهم اليوم خليو لي في لي كومونتير المواضيع اللي تبغوني نهضر عليهم، وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، ديروا لي لايك سبسكرايب وصافي بيزو وتهلاو في راسكم. دابا غادي نوض نخرج اختي، ما يمكنش ندير هادشي كامل نبقى جالسه في الدار، ما يمكنش. يلا بيزو وباي باي. غوت عليكم اليوم ويلي، عمري ما درت معكم ماشي غوت عليكم زعما شفتوا مني هذاك الفاس المعقول. اه عمركم ما شفتوه مني، انا راه بعاقل كما كنسحب لكم هذيك بقى نضحك وبيله، انا راه عندي العقل. يا صافي باي باي بسلام.